التواصل يستمر والانطلاقات على قدم وساق. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن في هذا التنظيم الرائع. هذا الانطلاق الجميل تتواصل أشواطنا في أرضية هذا الميدان، ميدان دستور، أحد فروع المرموم وذرعته الجميل الذي يحظى خصيصا بهذا السن في سن الحقائق وانطلاقاته. رابع أشواطي صباحي هذا اليوم عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من أرضية الميدان للمتابعين في هذه الانطلاقة. رابع أشواطنا يحمل الجعدان الحقائق في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع المرعب على رأس الحربة. خالد بن عبد الهادي بن فهد الإحبابي يأتي في هذا الانطلاق. نعم بن صفوان الإحبابي في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع على مقدمة الشوط، بينما يلي في المركز الثاني من الجانب الآخر. شوف التدخل وشوف الأداء الجميل، صداد، هذا صداد حمدان بن محمد بن راشد بن غدير يقدم صداد في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاقة. وليم يأتي بهذا الانطلاق. حمد بن مسلم بن سالم بن محمد الجحافي يأتي على المركز الثالث، يتدخل في هذه اللحظات، موجود مسلم بن علي بن دري المنصوري يأتي بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق. هناك الأسماء والشعارات القادمة. هذا والسبع يأتي عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الأحباب الهاجري يتقدم، وهذا هو مصوب يأتينا في هذه الانطلاقة. خالد بن مسلم بن حمد الكثيري يأتي في المركز السابع، المركز الثامن يتقدم في مشاهدي الأعزاء مسبار في هذه الانطلاقة. سلطان بن عبد الله القمزي يأتي بهذا الاندفاع، وهناك المركز الثامن رقم 11 هذا هو فجاج محمد بن عتيج المقعودي، والمركز العاشر يتدخل في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ذهب محمد بن عامر بالبحري بن نوبي العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الأولى. نروح مع المركز الأول، نروح مع بن صوفان للتصحيح، بن صوفان الإحبابي مع مقدمة الشوط. خالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الإحبابي يأتي على المركز الأول على الانطلاق الأول، ولكن هذا السبع يتقدم أحمد بن حمد بن علي بن خميس العمري على مقدمة الشوط، يسير بركب المقدمة، بينما المركز الثاني والم، هذا والم لحمد بن مسلم بسالم الجحافي يأتينا في هذا الانطلاق. وشوف الانطلاق، فياض حمد بن نافع الشدي يأتي مع فياض في هذه الانطلاقة وفي هذا، وشعاري عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري يتدخل كذلك بهذا الاندفاع. وهناك يتدخل الطاير سعيد بن عبد بن فايل الزرعي يتحرك كذلك. كل الأسماء قادمة، كل الأسماء واصلة، ولكني أعود مرة ثانية إلى السبع اللي يقود الشوط، أحمد بن حمد العمري على مقدمة الشوط، وهناك الفايز عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري، ولكن الطاير سعيد بن عبد بن فايل الزرعي، طار الطاير بالمقدمة، طار الزرعي بالناموس إلى أهالي بدية في السلطنة يبغي السلامات من المرموم من دبي دار الحي إلى السلطنة. يا سلام إلى أهالي بدية. راح الزرعي بالناموس، الطاير على المقدمة، سعيد بن العبد بن فايل الزرعي ينتزع ناموس هذا الشوط بجدار. المركز الثاني مشاهدي الأعزاء اللي هو السبع لحميد بن حمد العمري، والمركز الثالث سياف لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري، المركز الرابع مشاهدي الأعزاء فياض لحمد بن نافع الشدي، المركز الخامس هذا الفايز لعبد الله بن غصاب راعي الطير العامري. نعود إلى المراكز الأولى وإلى الانطلاق الأول في هذه التحديات وهذه الأثارة الحاضرة والمنطلقة بنا.
مع ناموسي هذا الشوط. هذا هو الطاير، قدم توقيت زمني 4:30، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس سعيد بن عبد بن فايل الزرعي على هذا الفوز، بينما المركز الثاني مع مخرجنا 4:32 4 أجزاء من الثانية من حلة في المركز الثاني، وقدم تنافس من البداية السبع لحميد بن حمد العمري، حلة في المركز الثاني 4:33 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث الذي انطلق سياف سعيد بن هلال بن طراف المنصوري. هكذا تهانينا والناموس.